بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن plot a pie chart in Python using matplotlibrary، أي رسم المخطط الدائري في بايثون باستخدام مكتبة matplot. لنفترض أن هناك بيانات شخص ما أنشطته اليومية على النحو التالي: يقضي 3 ساعات في الطعام، 7 ساعات في النوم، 8 ساعات في العمل، 6 ساعات في اللعب. ونريد أن نعرض هذه الأنشطة في شكل باي تشارت، أي مخطط دائري في بايثون. بنقوم باستيراد مكتبة matplot library على النحو التالي. بكتب هنا import matplot library dot Python plot، واعطيها الى alias name as plot. بعدها بفتح قائمة بالانشطة اليومية في متغير وليكن اسمه activities يساوي، ونفتح square brackets ونكتب هنا بين single quotation النشاط الاول eat. بعدها في النشاط الثاني نكتب sleep. بعدها بنكتب كوما، والنشاط الثالث نكتب work العمل، وبعدها كوما ونكتب النشاط الرابع بين single quotation play. بعدها بنفتح متغير بالساعات التي يقضيها في كل نشاط، بنكتب هنا hours يساوي، ونفتح square brackets وبنكتب هنا 3 ساعات في نشاط الطعام، 7 ساعات في نشاط النوم، 8 ساعات في نشاط العمل، 6 ساعات في نشاط اللعب. بعدها بنفتح قائمة ثالثة وهي قائمة ألوان كل قطاع أو لون كل نشاط، بنكتب هنا colors يساوي، ونفتح هنا square brackets ونفتح single quotation وبنكتب R. R هنا بترمز للون red، اللون الأحمر لنشاط الطعام. وبعدها كوما ونكتب لون النشاط اللي بعده حرف الY، وهنا Y ترمز لي يلو اللون الأصفر. وبعدين كوما ونكتب single quotation ونكتب حرف جي اختصار للون جرين لنشاط العمل. بعدها ناخد كوما وsingle quotation ونضغط على حرف البي، معناها بلو للون أزرق، وهذا خاص بنشاط اللعب. بعدها بنرسم الباي تشارت. بعدها بنستخدم الالياس نيم plot dot pie، نستخدم الميثود باي ونفتح هنا البراكتس وبنكتب هنا hours الساعات التي يقضيها في كل نشاط ستمثل نسبة لكل قطاع، بنكتب هنا labels أي عناوين كل قطاع، بتساوي عناوين كل قطاع هتكون هنا الactivities التي يقضيها، وبعدين كوما وبنكتب هنا colors ألوان كل قطاع أو كل نشاط، بنستخدم القائمة colors التي قمت بكتابتها في السطر الرابع. بعدها بنكتب هنا الستارت انجل زاوية البدء، زاوية البدء التي سيبدأها على الاحداثي اكس ضد عقارب الساعة، بنكتب هنا start angle تساوي، هنبدأ من على الخط اكس او الاحداثي السيني 90 درجة مع الاحداثي السيني على الشبكة التربيعية. وبعدين بنستخدم هنا معامل آخر shadow يساوي true أي ضع ظل للرسم. وبعدها بناخد كوما ونكتب الإكسبلود أي مقدار التباعد بين كل قطاع وآخر على الرسم أو كل نشاط وآخر، بنكتب الإكسبلود هنا على شكل مجموعة، فبنكتب هنا zero وzero هنا معناها لا تترك مسافة فارغة بين كل قطاع والآخر zero zero zero. وبعدها هنغير هذه القيم. بعدها بناخد هنا كوما radius يساوي 1.2 أو 1.3 كوما، ونكتب هنا الأوتو بيرسنت أي ظهور النسبة
المئوية على رسم لكل نشاط تساوي، ونضع هنا التنسيق الخاص بقى بين سنجل كوتيشن، ونكتب percent النسبة المئوية 1.1، والواحد بعد العلامة العشرية، أي أترك رقم واحد بعد العلامة العشرية. لو أنا عايز أترك رقمين من النسبة فبكتب 2، وبعدها بكتب F أي format، وبعدها percent نسبة العلامة المئوية مرتين، بعدها بقوم بوضع الليجند على الرسم. الليجند أي مفتاح الرسم الذي يبين كل لون كل قطاع وعنوان كل قطاع كمفتاح في جانب من الرسم. بنكتب هنا plot dot legend، ضع legend، وبنضع هنا empty brackets. بعدها بنكتب plot الاسم المستعار، نقوم بعمل showing للرسم، فبنكتب plot dot show، وبعدها نضغط على run. عرض ليا هنا الأنشطة اليومية، نشاط الإيت اللي هو نشاط الطعام، نشاط السليب، وعرض ليا النسب المئوية على الرسم. وهنا أعطى لكل قطاع هنا الستارت أنجل، بدأت عند 90 درجة مع بداية الإحداث إكس ضد عقارب الساعة. وهنا عرض النسبة لكل نشاط، وهنا نعرض كيف حسب هذه النسبة، 12.50% ده بالنسبة لنشاط الإيت الطعام، ودي حسبها لأن أنا عندي هنا 3+7 يبقى كده 10+8=18+6=24، فحسب 3/24% 3/24% بتديني النتيجة 12.5. بعدها حسب نشاط النوم سليب، وضع هنا الأوتو بيرسنت 29.17%، وهي حسبها كالتالي: 7 ساعات مقسومة على 24 ساعة اللي هي اجمالي الساعات في 100. بعدها وضع لي لنشاط العمل الورك 33.33%، وحسبها كالتالي: 8 مقسومة على اجمالي الساعات 24 ساعة في 100. بالنسبة لنشاط البلاي اللعب، هنا حسبها 25%، وحسبها كالتالي: 6/24% 100. طبعا ممكن اكبر الرسم لكي ارى الرسم بمزيد من الوضوح. هنا اجد انه وضع لي شادو اسفل الرسم، الرسم هنا متلاصق. هنقوم بتغيير بعض النسب لنرى تأثير كل نسبة. يعني مثلا لو انا عايز اعمل اكسبلود لنشاط الورك العمل، لان هنا جميع السيكتور، ده السيكتور الخاص بالورك، ده السيكتور الخاص بالسليبينج، ده السيكتور الخاص بالايتينج، ده السيكتور الخاص بالبلاينج. لو انا عايز اعمل اكسبلود لهذه السيكتورات بغلق وبزود هنا، اقول له مثلا انا عايز النشاط اللي هو خاص بالورك، ضع لي هنا رقم 0.1. نعرض الرسم مرة اخرى، اجد هنا عمل اكسبلود، هنا عمل فاصل بين السيكتور الخاص بالورك والسيكتورات الاخرى. ممكن اضع ايضا فواصل بين كل قطاع والاخر كالتالي، بكتب هنا مثلا 0.1، هنا 0.2، هنا 0.1، ونضغط ران. هنا عمل اكسبلود بين كل سيكتور واخر على الرسم كما نرى. هنا طبعا كل قطاع والاخر يوجد فاصل بينه. ارجع القيم كما كانت، نعرض تاني، عرض لي هنا طبعا تركت نشاط الورك عمل له اكسبلود اي فاصل بينه وبين باقي القطاعات. هنقوم بتغيير الستارت انجل، زاويه البدء. نلاحظ هنا زاويه البدء بدا 90 درجه من على الاحداثي اكس الاحداثي السيني، وهنا بياخدها ضد عقرب الساعه. يعني اتجاه الستارت انجل هنا لما هنزود هذه القيمه او نقللها بتاخذ اتجاه ضد اتجاه عقارب الساعه.
يعني مثلا أنا عندي هنا 90 درجة، هخليها مثلا 70 درجة. نضغط ران، نلاحظ هنا حسبها 70 درجة قبل بداية الإحداثي X. طبعا الإحداثي X 90 درجة، هنا كده واخد شكل عمودي، هنا حسبها على أساس 70 درجة. لو قلت هتكون مثلا 120 درجة، نضغط ران، هنا حسبها بدأ هنا 120 درجة، وطبعا الإحداثي X بيكون هنا، وحسب إن هنا الزاوية على أساس 120 درجة. نرجعها تاني 90 درجة، نضغط ران، 90 درجة بيبدأ هنا مع الإحداثي X عموديا طبعا في اتجاه ضد عقارب الساعة. لو أنا حبيت أغير نسبة العرض للباي شارت، فبكتب هنا radius مثلا هنا 1.2، ممكن أخليه 1.4، 1.4، أضغط ران، هنا أعطى لي نسبة العرض 1.4. لو زودت هذه القيمة بيزود معاك نسبة العرض للرسم، فأكتب مثلا 1.8، أضغط ران، هنا زود لي نسبة العرض في الرسم أو السكيل بتاع الرسم. برجع تاني وليكن مثلا 1.2، نضغط ران، هنا عرض لي النسبة أو السكيل هنا 1.2. لو أنا عايز أغير هنا، لو ألاحظ على الرسم وضع لي هنا شادو، لو عايز أحذف الشادو فبكتب هنا شادو، أغير من القيمة ترو إلى قيمة فولس، نضغط ران، هنا ألاحظ على الرسم لا يوجد شادو، أي لا يوجد ظل للقطاعات. لو عايز أعود الوضع كما كان فبغير هنا إلى قيمة إلى ترو، نضغط ران، هنا نلاحظ على الرسم وضع لي ظل لكل قطع على الرسم. ده كان بالنسبة لعرض القيم في شكل مخطط دائري في بايثون. يمكنك تغيير هذه القيم إن شاء الله، سأضع لك في الرابط أسفل الفيديو هذا الكود، ويمكنك استخدام بيانات أخرى وتعديل هذه القيم لعرض أي بيانات لديك في شكل مخطط دائري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.